أعلن الجيش السوري انتهاء العمليات العسكرية في مدينة القصير وريفها بنحو كامل بعدما استكمل سيطرته عليها. مفد الميادين أكد أن الجيش السوري دخل إلى بلدة لبويضة الشرقية آخر معاقل مسلحي المعارضة من دون أي مقاومة بعد سيطرته على بلدتي المسعودية والصالحية بساعات. وأجال مفد الميادين في المناطق التي دخلها الجيش وأشار إلى العثور على أنفاق ضخمة كان يستخدمها المسلحون. ومن القصير ينضم إلينا مفد الميادين علي هاشم. علي، ما هي آخر التطورات الميدانية في القصير وريفها؟ نحن الآن يعني في البويضة الشرقية. البويضة الشرقية اليوم عثر فيها على مخزن كبير للذخيرة والسلاح في نفق. طبعا الصور سوف تعرض على قناة الميادين بعد قليل. نعم. المثير للاهتمام بأن كمية هذه السلاح كانت مخزنة تحت أحد المنازل، وهي تحوي على أنواع خاصة من القواذف والصواريخ أو القذائف الصاروخية. تحديدا نتحدث عن صواريخ حرارية مضادة للأفراد، نتحدث عن صواريخ B10 مضادة للدروع، نتحدث عن مجموعة كبيرة من العبوات الناسفة، وطبعا ذخيرة أسلحة رشاشة ثقيلة وأسلحة رشاشة عادية. كل هذه الذخيرة عندما يعني ذهبنا واطلعنا على المخزن وعلى النفق الذي وجد فيه كانت لا زالت تستخرج منه. هذا بالنسبة لما تم العثور عليه اليوم. طبعا عثر أيضا على مشفى ميداني ضخم. نعم. يضم أيضا يعني يمكن القول بأنه مستشفى كامل، لأن فيها الكثير من التجهيزات المتطورة والحديثة. إضافة إلى هذا الأمر دخلنا اليوم إلى المبنى الذي كان يستعمل من قبل المجموعات المسلحة في البويضة تحديدا كنقطة كغرفة مركزية للعمليات. في هذا المركز يعني عند الدخول إلى المركز تطلعنا مباشرة الإشارة، إشارة لا إله إلا الله محمد رسول الله المعروفة تحديدا. نعم. بالمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، أي أن المجموعات التي كانت في هذه المنطقة كانت يعني من المجموعات التي تسمي بنفسها بمرتبطة بتنظيم القاعدة بغض النظر عن الاسم الذي سيعطى لهم. وبطبيعة الحال وجدنا هناك الكثير من أيضا الذخيرة والأغراض العسكرية. على كل الأحوال اليوم يعني وبعد ساعات على سيطرة الجيش السوري على البويضة تم الانتشار بشكل كامل. وجدت مجموعة من التشريكات العبوات الناسفة التي كانت موضوعة في أكثر من مكان، وكانت يعني في بعضها كان يربط بيوتا ببعضها البعض. يعني في حال تم تفجير بيت بحال تم الانفجار في منزل يعني ستتفجر باقي العبوات في ذات الوقت. على كل الأحوال هذه الصورة الكاملة من البويضة الشرقية. نعم علي، يبدو بأن الأنظار تتجه إلى ريفي حمص وحلب حيث يبدو بأن هناك عملية عسكرية قادمة في المنطقة. هل لديك أي معلومات حول هذا الموضوع؟ يعني أستطيع القول أنه منذ بعض الوقت علمنا بأن القيادة العسكرية السورية قد تكون الآن يعني في صدد يعني شن حملة عسكرية على ريف حمص الشمالي. طبعا هذا يبقى في إطار يعني المعلومات، لكن في نهاية الأمر طبعا هناك أكثر من عملية ستشن في هذه التضاريس. طبعا عندما نتحدث أيضا عن عمليات في ريف حلب هي عمليات مستمرة حاليا، لكن المتوقع أن يتم يعني دعم هذه القوات الموجودة هناك من الجيش السوري بقوات إضافية ربما يعني السيطرة مجددا على الريف الشمالي، وبالتالي السيطرة على الحدود السورية التركية في تلك المنطقة بأكملها. ونتحدث عن ضمار طويل يمتد من يعني من منطقة يعني
كمنطقة حلب، يعني هذه المنطقة التي تعتبر الريف الشمالي. نعم علي. هناك حملة جارية، لكن يعتقد بأن هناك مجموعة أكبر من القوات ستتوجه إلى تلك المنطقة وربما تبدأ حملة جديدة. نعم علي هاشم، موفد الميادين إلى القصير، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.